السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم الأستاذ فتحي. في هذا الفيديو رقم جوج، شابيتر نيميرو 4، لا ريغولاريزاسيون دي شارج دي برودوي. لا بروميير بارتي لي تخافو دانفونتار من المادة ديال لا كونتابيليتي، دوزيام باك سيونس ايكونوميك اي سيونس دو جيستيون كونتابل. الوغ بعد ما شفنا في الفيديو الأول لا بروميير بارتي كي كونسيرن لي شارج كونستاتي دافونس، دون سيت فيديو اون فا تريتي لو كا ديال les charges à payer. Alors, je vous définition. Il s'agit d'un bien effectivement livré ou un service fourni dans l'exercice N et pour lequel l'entreprise n'a pas encore reçu de la facture. Yani, je n'ai les charges à payer. Les charges à payer, mais les maintenant l'entreprise l'année N, yani, c'est le halia. يعني مثلا في 2019 يعني شدات واحد البيان من عند الفورنيسور، يعني هي طلبت واحد البيان، شرات واحد البيان من عند الفورنيسور اكريدي باغ اكزومبل. الو هذا البيان هذا وصل لعند لونتربريز تليفرا، قامت بالتسليم ديالو، اولا واحد السيرفيس اولا واحد الخدمه اللي استفدت منها مثلا في 2019، يعني مثلا في لاني ان اون جينيرال لاني ان، ولكن لا فاكتور ما جاتش. حنا كنعرفوا السبب الوحيد اللي كيخلي لونتربريز على انها تسجل يعني لوبيراسيون في لا كونطابيليتي ديالها، يعني في الجورنال ديالها، في لو ليفر جورنال، هي انها ملي كتشد لا فاكتور، يعني الا شدت لا فاكتور غتسجل لوبيراسيون، الا ما استلمتش لا فاكتور ما غتسجلش لوبيراسيون، حيت ما عندهاش واحد لا بيس جوستيفيكاتيف، يعني ما عندهاش واحد الوثيقه اللي كتدل يعني فريمون على انها قامت بديك لوبيراسيون. الوغ لا فاكتور هي واحد لا بيس اوبليغاتوار بور لونجيسترومون كونطابل ديال لوبيراسيون. الوغ هنا يعني استفدت من واحد البيان او من واحد السيرفيس في لاني ان، ولكن لا فاكتور ملي وصلت 31/12 ان مازال ما استلمتش لا فاكتور. الوغ هنا يعني حتى لاني ان بلس 1 ملي غنستلم لا فاكتور عاد غنسجلها في لا كونطابيليتي ديالي، وبالتالي في 31/12 ان خصني ندير لها لا ريغولاريزاسيون، خصني ندير لها التعديلات اللازمه في لا كونطابيليتي ديالي. الوغ بالنسبه لا كونطابيليزاسيون كيفاش كندوز؟ على دات دانفونتير يعني في 31/12 ان اون ديبيت لو كونت دو شارج كونسيرنون ليكزارسيس ان اي نو اونكور كونطابيليزي، يعني كنديبيتي كنحط في الديبي الكونت ديال لا شارج اللي قمت بها، يعني المصروف اللي قمت به par le crédit du compte de régularisation prévu pour la constatation de la charge à payer. Alors les charges à payer كيكون عندهم دي كونت سبيسيفيك اللي حددهم لو بلون كونطابل جينيرال ماروكان. alors voilà هاد لي كونت، voilà الحالات اللي كيتستعملوا فيهم. انا عطيتكم هنا دي زيكزومبل دي شارج ا بايي، وهنايا لي كونت يوتيليزي بيان سور تي تي سي توت تاكس كومبريز، يعني داخلين فيهم تي في. الوغ في الحالة ديال لاشا دون لي فاكتور نو سون با اونكور بارفوني، يعني انا شريت واحد لا مارشونديز ولا لي ماتيير بروميير في 2019 يعني في لاني ان، ولكن مازال ما استلمتش لا فاكتور ملي وصل التاريخ ديال لانفونتير. الوغ شنو الكونت اللي غنحط في الكريدي؟ في الكريدي غنحط الكونت ديال 44/17 فورنيسور فاكتور نون بارفوني، يعني الفاكتور مازال ما جاتش. وفي الديبي بيان سور غتحط الكونت ديال لا شارج كونسيرني، مثلا هنا شريتي لا مارشانديز غتحط اشا دو مارشانديز. احنا غنشوفو دي زابليكاسيون بار لا سويت باش تزيدو تفهمو اكثر. غابي روميز ريستورن ا اكوردي اي افوار نون انكور ايتابلي. لي غابي روميز ريستورن لي 3 ار هما تخفيضات، سو سون دي ريدكسيون كوميرسيال. الوغ انا وعدت واحد الكليون على انني غنعطيه واحد التخفيض، بيان سور تخفيض اضافي، ولكن في 31/12 ان مازال ما درتش لا فاكتور. الوغ هنا عندي واحد لا شارج ا بيي، يعني خصني نخلصها. فوالا لو كونت كريديتي 44/27 غابي روميز ريستورن ا اكوردي افوار ا ايتابليغ. بالنسبه لي زوبيراسيون ديال لا شارج ا بيي او بيرسونيل ف
بحال مثلا لي سالير، فوالا لو كونت 44 37 شارج دو بيرسونيل ابي. بالنسبة لي شارج ابي او زورغانيزم سوسيو، المنظمات الاجتماعية بحال مثلا السي ان اس اس، فوالا لو كونت 44 47 شارج سوسيال ابي. بور لي شارج فيسكال نو انكور بيي بحال مثلا الضرائب، الكونت ايتيليزي 44 57 ايتا امبو اي تاكس ابي. اوتر شارج نو انكور بيي يعني من غير هاد الشيء هذا اللي كاين في هذا الطابلو كامل، اي حاجه من غير هاد الشيء هذا كتستعمل 44 87 ديت غاتاشي او زوتر كريونسي. انتيغي كوري سور امبرون نو ايشو يعني بالنسبه لي زانتيغي شنو كنستعملو في لوكا ديال شارج ابي 44 93، هذا هو الكونت اللي كان كريديتيو. انتيغي كوري اي نو انكور ايشو ابي. فوالا لي سيتوياسيون اللي تقدروا بيان سور تصادفوهم في ليكزامان ناسيونال هما هادو، اي فوالا لي كونت ا اتيليزي. الوغ نشوفو اون ابليكاسيون، عندي 28 في شهر 12 2019، ريسبسيون دي ماتيير بروميير دان مونتون دو 300 ألف درهم اور تاكس، لا فاكتور نيميرو اف 100 ne sera adressé par le fournisseur qu'au début du mois de janvier 2020. يعني حتى الجوج في شهر واحد عاد غنستلم لا فاكتور من عند الفورنيسور، تي في ا او طو دو 20%. هذه بالنسبه لوبيراسيون الاولى. لوبيراسيون الثانيه عندي لا كونسوماسيون ديليكتريسيتي دو موا دو ديسمبر 2019 اي استيمي ا 3500 درهم اور تاكس، تي في ا au taux de 14%. La facture correspondante ne sera reçue qu'en janvier 2020. Alors, pour ce qui est des écritures de la régularisation, fois de 31-12-2019, pour l'opération Lula, je vais enregistrer. Enregistrer le compte de la charge concernée. Alors, je vais des matières premières. Alors, le compte à utiliser est achat de matières premières. 61-21. تي في ا اللي كتستعملوها في لا دات دانفونتير يعني اللي كتعوض تي في ا العاديه اللي كنستعملوها في الايام العاديه هي ايتا اوتر كونت ديبيتور، يعني هاد الكونت هذا كي رومبلاسي الكونت ديال ايتا تي في ا ريكوبيرابل سور شارج 34-58. بار لو كريدي دو كونت فورنيسور فاكتور نون بارفوني، راه شفناه في ديك الطابلو اللي كنت كنشرح لكم دابا فيه لي كونت. فوالا 44 17 لو نيميرو دو كونت. وعلاش استعملت هاد لو كونت هذا؟ حيت لا فاكتور شريت بيان سور واحد البيان ولا فاكتور مازال ما جاتنيش. الوغ فوالا لو ليفيلي فاكتور نو اونكور روسو، فوالا لو مونطون اور تاكس 300 الف درهم، تي في ا 60 الف درهم كيف درت ليها هي 300 الف درهم في 20% غتعطينا 60 الف درهم، فوالا لا بارتي تي تي سي 360 الف درهم. بالنسبه للكريتور ديال لا كونتر باساسيون اللي غندوز في 1/1/2020 هي غندير المقلوب ديال هاد لوبيراسيون كيف ما شفنا في لا بارتي ديال شارج كونستاتي دافونس لا مي، يعني اي كونت عندك هنا في الدي بي غيرجع للكريدي واللي عندك في الكريدي غيرجع للدي بي. فوالا ها 360 الف درهم، ها 300 الف درهم، ها 60 الف درهم، ها لي كونت اللي كانوا عندي في الدي بي رجعتهم للكريدي، ها الكونت اللي كان عندي في الكريدي رجعتهم للدي بي. هنا في الليبي اللي كندير كونتر باساسيون وكنقولها وكنأكد عليها توجور حيت مسألة ضرورية، هي أن هاد لي كريتيو هادو ما كدوزوهمش في ليكزامان ناسيونال حتى كيطلبوهم منكم. شنو كدوزو؟ فقط لي زيكريتيو ديال 31/12 ان، وفي التاريخ ديال 2/1/2020 ملي لونتربريز غتستلم لا فاكتور من عند الفورنيسور، ديك الساعة غتسجل لوبيراسيون ديالها بشكل عادي، اشا دو ماتيير بروميير ب 300 الف درهم 61/21 ايتا تي في ريكوبيرابل سور شارج، هذا هو لو كونت نورمال 34-55 جوج، بار لو كريدي دو كونت فورنيسور 44-11 360 الف درهم، حيت هنا ما قالك ني بار شيك بونكير ني اون اسبيس، ملي ما كيعطيكش الموين دو بايمون هنا لوبيراسيون كتكون اكريدي، وهنا راه شرينا. الوغ من عند ما شرينا؟ شرينا من عند الفورنيسور، وبالتالي لا بارتي اللي كيسال ليا الفورنيسور كتسمى في لو بلون كونطابل فورنيسور اللي هي لا ديت. وحتى هاد لوبيراسيون هادي ما كدوزوهاش حتى كيطلبوها منكم. بور لا دوزيام اوبيراسيون l'écriture comptable qu'on doit passer
au 31-12-2019, c'est-à-dire l'écriture de régularisation, on va débiter le compte achat de fournitures non stockables. Alors, le compte est celui que nous utilisons pour l'entreprise c'est-à-dire l'énergie consommée par l'entreprise. Alors, le compte de l'eau, électricité, achat de fournitures non stockables, 61-251. Alors, état autre compte débiteur, réel, محل إيطا تفيا ريكوبيراب سيغ شارج فوالا 34.58 عندي 490 درهم. كيفاش درت هاد 490 درهم؟ هي 3500 درهم سيتادير لا بارتي اوغ تاكس غنضربوها في 14% حيت قالك التفيا ديال الموضوع هي 14%. بالنسبة لو كونت اكريديتي هو فورنيسور فاكتور نون بارفوني حيت لا فاكتور ديال لو إلكتريسيتي مازال ما جاتليناش في 31/12/2019. Voilà le libellé, facture non encore reçue, et voilà la partie TTC de l'Elfoudsamia-Otsein. Voilà l'écriture comptable de la contrepassation de l'Irlande aux Ouf-Ouahed-Ouahed-Alfino-Achirin, ou les mêmes zones, je vais bien sûr, et c'est qu'il y a un Yannick a le maqloub de l'opération, Yannick a annulé l'opération. Voilà les comptes les canons de DB, RGO, le crédit, bien sûr, les montants de l'Irlande, et voilà le compte les canons de la partie crédit, RGO. الديبي. الوغ هنا كنكون كملت لي زيكريتور كونطابل ديالي وكملت لكم هاد لابارتي ديال لي شارج كامله. بقات لينا لابارتي ديال لي برودوي. غنشوفو لو كا ديال لي برودوي كونستاتي دافونس في لا فيديو اللي جايه ان شاء الله. الوغ كان معكم الاستاذ فتحي، نتمنى انكم تكونوا فهمتوا هاد لا فيديو. الى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.